على التليفون كابتن ضياء السيد المدير الفني المتميز لسيراميكا كليوباترا. كابتن ضياء اهلا وسهلا بيك، مساء الفل وهارد لك. اكيد يعني المباراه بتفاصيلها حصل فيها انقلابات كتيره. ازيك يا ابراهيم؟ منور، بنور حضرتك يا كابتن، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا ابراهيم. ايه اللي حصل في المباراه ورؤيتك ليها ايه؟ بص، انت لسه كنت بتتكلم على كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته. صحيح، انا هتحمل مسؤولياتي مع لعيبتي، وهتحمل الاخطاء اللي بتحصل فيها لعيبتي، وبعترف بيها وبعترف بالكوره، وانت عارف طريقتي، عمري ما هقوم اعترض على حد. لكن انا بمر باربع مباريات ورا بعض، بحس ان هو في حكم يطلع في مباراه مع سيراميكا والجونه يطلع ترند باخطائه. طلع ترند، ده ترند الناس بتدفع له فلوس، ولازم يبقى طرفه الاهلي او الزمالك عشان يطلع ترند. ما حكناش بقى كابتن ضياء بقى. معلش بقى، يعني مش تامر وعز مثلا، دول بتوع الترند، لكن تطلع على اخطائك. وبعدين خلاص بقت العمليه، بحس ان انا جاي لكم. الماتش اللي فات ضربه جزاء ملهاش علاقه بضربه جزاء، وانا اتحمل خطأي في الجون اللي جه في الدقيقه الاخيره في ماتش مصر، لكن ما فرقتي ما تستحملش انها تتحمل اخطاء الحكام. يا جماعه، يا كابتن وجيه من فضلك، الحاجات يا كابتن وجيه بلاش الحاجات الموجهه فينا. مش فاهم ليه النهارده ضربه جزاء. انت حاسس ان يعني في حاجه موجهه ضد سيراميكا كليوباترا؟ انا بحس من كتر، بص، لما تبقى في اجماع على ان مفيش حاجه وبعدين تتحسب بقى تبقى لا. طيب، انت قول لي قول لي قول لي حضرتك معترض على ايه تحديدا لا، انت تشوف الشوط الثاني كوابينا وهو بيشوط، الكوره جت في ايده، ونقول له طب روح بص الفار، حقنا زي اي حد، زي انا الحكام في ماتشاتي كل دقيقه بيروحوا للفار. انا ما بقدرش اطلب، بحاول اكلم لعيبتي، ما حدش يروح للحكم، هو هيروح والراجل ويقبل. لقيت ان انا عايش في كوكب تاني، انه لا لازم الناس تروح له، ولازم لقيت ان الكلام ده لا مش موجود لسه. فانا بناشدهم من فضلكم العدل، انا هتحمل مسؤولياتي في اخطائي في اخطاء لعيبتي. لكن كده بصراحه يعني العمليه بتزود شويه ودمها بقى تقيل، وانا ما احبش اتكلم على التحكيم خالص خالص، لكن بقى كل شويه يقول لي انت مش بتتكلمش على التحكيم، طب اشرب طب اشرب. مش عايز اقول حد بعت لي وقال لي ايه، مش عايز اقول له كده، مش عايز اقول الكلام ده، لان حد انا مين؟ ما بحبش الكلام ده. ما يعني حكم وصل لي كلمه يعني، فانا مش عايز الكلام ده، انا مش عايز اجر نفسي. لازم تعمل ضغوط، يعني لازم تعمل ضغوط عشان تاخد حقك. يعني انا مش عايز اعمل كده. لا، وانت مش كنت بتقطع فينا في الاستديوهات. الله، ده كلام كلام انا ما احبش اقوله يعني. عيب الكلام ده، عيب وما يصحش. والدوري ما بنصدق، وهو يعني في حكم بعت لحضرتك بيقول لك مش انت كنت بتقطع فينا بقى، ففيما معناه بقى يلا. عايز اقول بقى، انا اللي بعتها لي وقالها لي، انا ولا اعرتها اهتمام، لان طبعا الله اعلم طبعا. الكلام ده ما مش عايز اوصل لحاجات زي كده، مش عايز عقلي استقبل. لكن انا بتكلم على انا بشوف، على اللي انا بشوفه يعني. ايوه، بتكلم على انا بشوفه ده. طيب ايه تاني غير الكره بتاعت كوابينا يا كابتن ضياء؟ البنالتي اللي اتحسب الثالث يا كابتن، محدش مثلا، لا جه جنب بركه. وبعدين خد بالك، الناس بتعتبر، انا ما كنت بحس بده وانا قاعد في الاستوديو، انه يقول لك الناس دي لا عندها اعلام ولا عندها جمهور ولا حد هيتكلم ولا بتاع، ففي حاجات كده ايه، ندوس المره دي ونعدل المره الجايه. هعرضها لك، انا عارض لك الكره دي، هعرضها لك دلوقتي انت معايا. فجماعه لا، انا والله بحترم الناس كلها بما فيهم كابتن وجيه والناس كلها. انا عايز القصه تمشي، اللي عليا ناخده، اللي عليا ناخده، اخده وانا عاقب لعيبتي. عشان كده بقول كل الناس تحمل مسؤوليات فقط لا غير. ومش عايز انا اللي اطلع ترند والنبي يعني، مش عايز ابقى في الدره. وبعدين كل الناس بتعدل لها الماتشات، من الخمسه يبعتوا يقولوا عايزين نبقى سبعه او تسعه، او بتوافق لها، ابعت جواب اقول لهم يا جماعه احنا هنلعب في الجونه، واحنا بقى لنا 10 ايام قاعدين، وانا والجونه ما نلعب، وملعب فيه اضواء، ما نلعب الساعه 7، ايه ده؟ ايوه، لا ما يتوافق لك. طب ما انت وافقت للناس التانية،
كان في ماتشات خمسه بقى، ماتش اسوان كان خمسه بقى سبعه. في ماتشات ما بعتقد مش عارف مين كان الزمالك بدل الماتش المقص غيره من خمسه لسبعه. فطالما الامور سهله عشان كده بقول ما نتعاملش مع الفرق بان فرقه صغيره وفرقه دي دي اعمل ايه؟ يعني ما بيني وبينك الراجل مكتف ايده، انا اسف ان انا بقطعك. هيعمل ايه ده؟ ناقص ان احنا مش ناقص يقطع، هاتوله بقى، هاتوله بقى سكينه من عند الجزار، هاتوله سكينه من عند الجزار واساطور اقطعوا له ايديه احسن. مش فاهم انا المره اللي فاتت جات لي واحده زي دي الحكم في ماتش المصري. طب هو هو إيه؟ يعني هو حسن الشناوي قال لك ايه ده؟ هو لف في طلعت بره كده بس لف، الحكم قال لي لا ايد ورا ظهره. يعني هو حسبها على الكره دي ولا حسبها ان هي فاول من وقت عمرو؟ ولا دي ولا دي. ولا دي ولا دي اهي. دي لا، ما هي دي ما فيهاش حاجه دي، يعني هي ما جاتش في ايده. وبعدين الراجل لامم ايده خالص وحاططها ورا ظهره، ناقص نقطع له ايده بسطور يعني. لا الا بقى يعني هو الحكم كان، يعني هو الحكم كان بيتكلم مع حضرتك في الكوره ديت على اساس ان هي خبطت في ايده. بيتكلم يا كابتن، وبعدين راح عند البار وعمال هو يقول لهم ما فيش، طب عينها من هنا ما فيش. فجاه لقيت ابراهيم بترقصني. انا عارف ابراهيم، ابراهيم عارف لما يخش في القرار ده وبعدين يروح في القرار الثاني وينيمك الناحيه دي ويروح رايح للقرار الثاني. احنا عايزين الامور في اخر ست ماتشات عشان يبقى الختام كويس، ما بقاش في ضغط على كابتن احمد مجاهد، يعني ما تضغطوش عليه على كام فرقه كذا فرقه. طيب هو انا الحقيقه انا مش قادر افهم هو حسبها لو على لمسه اليد فما فيهاش حاجه، طب على الكره دي مثلا؟ معرفش يا كابتن، حتى لو على الكره ديت هو الكره خرجت خلاص من رجل اللعيب بتاع الجونه. لا يعني هي هنا 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 معرفش بقى، يعني خرجت من رجل الراجل بتاع الجونه خلاص يعني. وانا ليه الصراع مرضيش يبص للفار فيها خالص. ايوه ربنا معانا يا ابراهيم، لكن انا عندي غلطات. ما ينفعش ان انا اتقدم 2-0 ويبقى في تهاون بالشكل ده. عندي برضه غلطات، وعندي غلطات بعترف بيها جدا عند لعيبتي. عندي غلطات في ان انا وانا 2-0 كان ممكن اقتل الجيم، ضيعت ثلاث اجوان كمان. دي الحاجات كلها انا بعترف بيها، كل غلطاتي هعترف بيها قدام كل الناس. عندي غلطات ان في تهاون. هتقدم التماس يا كابتن ضياء ولا مش هتقدم التماس او مذكره للي حصل في الماتش؟ هتعمل بايه؟ نعم، انا حبيت بعت جواب عشان اعمل الماتش من سبعه لخمسه، ما حدش حتى رد علينا. يعني انت واخد بالك؟ فلو هبعت التماس حد هيقراه؟ على الاقل يبقى على الاقل ربنا معانا، ربنا معانا. بس انا يمكن يبقى حد يتفرج عليك يا باشمهندس احمد، والنبي وصي الناس ما تجيش قصدك للفرق الصغيره. شوف انا بقول ايه للفرق الصغيره، ما بقولش السيراميك عشان انا ايه مع الناس كلها. ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. وفقك كابتن ضياء في اللي جاي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ومسائك زي الفل كابتن ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، وتعقيب على المباراه اللي كان فيها جدل وفيها كلام تحكيمي.